مكملين معاكم النهارده مفاجاتنا، ومعايا مداخله مهمه جدا جدا جدا. واحد حضر مباراه ريال مدريد والنادي الاهلي الماضيه. مين حارس مرمى، مهاجم، مدافع، بيلعب في الاهلي، بيلعب في ريال مدريد. سانشيز حارس مرمى ريال مدريد السابق على الهواء مباشرة عبر زوم على اون تايم سبورتس. في الحقيقة خبطة من العيار الثقيل، مشرفني منورني وبتشرف بانضمامك لينا قبل حدث كبير بكرة، النادي الأهلي وريال مدريد. شرف ليا ان انا اكون معاكم على هذه القناه، قناه اون تايم سبورت، اشارك معاكم هذه اللحظات السابقه لمباراه مهمه جدا للريال مدريد وكمان بالنسبه للاهلي. ليك ذكريات كبيره مع النادي الاهلي في 2001، وكانت مباراه الحقيقه كبيره جدا، وتشرفنا بيكم في مصر واستمتعتوا انتوا بوجودكم في مصر في هذا التوقيت. طبعا كانت تجربة قصيرة لكنها مميزة، قعدنا أيام قليلة لكن استمتعنا بلطف الناس وبحسن ضيافتهم وبترحيبهم بالريال مدريد وبحبهم للريال مدريد بشكل خاص. كانت تجربة أتذكرها كثيرا، زيارة الأهرامات، مباراة كرة القدم. طبعا ما كانتش أفضل نتيجة بالنسبة لنا، كانت مباراة ودية وأنا دايما بفتكرها بالذكريات، وعندي رغبة كبيرة جدا إن أنا أرجع القاهرة مرة تانية إن شاء الله قبل ما نموت. رأيك في زيارة الأهرامات عمرك ما هتنساها؟ طبعا حاجة لا تصدق، لا يمكن ان الواحد يوصفها بكلمات لانه غير قابل للوصف. الواحد لازم يروح هناك ويشوف الاهرامات ويشوف عظمتها عشان يفهم. كانت طبعا زيارة ان شاء الله اللي هنعملها، احنا لسه بنخطط لها، كنا هنروح في الكريسماس السنة اللي فاتت لكن اعتقد الشهور القادمة او على حد اقصى سنة هنزور مصر مرة تانية، لان مصر مكان لازم العالم كله يزوره. نتشرف بزيارتك وان شاء الله باذن الله ننتظرك. مباراة الاهلي وريال مدريد غدا شايفها ازاي؟ دي مباراة النهارده مثلا في مباراة بتاعت فلامينجو اللي كان بيلعبه، واعتقد كان في مفاجأة، فنظريا كسبت الفريق اللي هو مش متوقع، وطبعا في كرة القدم كل شيء وارد ان هو يحصل. ريال مدريد طبعا هو الفريق المفضل بالنسبة لي، عنده بعض المشاكل لكن دي حاجات ممكن تحصل. نتمنى ان احنا نشوف مباراة هائلة، اتمنى طبعا ان ريال مدريد يكسب لان انا ده فريقي المفضل بالنسبة لي، لعبت معاه 5 سنين واتمنى دايما ان هو يكسب. شايف الغيابات لريال مدريد تؤثر على المباراة ولا وجود البدائل يحل الموضوع؟ المشكلة بتاعت الفريق السنة دي هو عنده لعيبة كتير جدا ومهمين جدا مستنين فرصة ان هم ينزلوا،
لكن ايضا اللعيبه اللي هي في الفورمه اللي عندها مشاكل وعندها اصابات لانها لعبت مباريات كتيبه وكاس العالم كانت سنه صعبه وغريبه شويه ممكن تؤثر على المباراه وعلى اداء ريال مدريد. لكن اعتقد ان الناس كلها بكره اتمنى ان هي تلبس تيشيرت ريال مدريد وان فريق ريال مدريد يكون على مستوى التوقعات لان كلهم عندهم مستوى رياضي ولياقه عاليه جدا جدا. غياب بكره كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ويمثل جزء كبير من قوه الريال. بالطبع لكن اعتقد ان الحارس الثاني بيلعب كويس جدا وبيأدي كويس جدا لان انا اعرفه بشكل شخصي لان هو ابن زميل سابق ليا وهو حارس كرة مرمى جدير جدا. اعتقد ان هو اللي هيلعب المباراة وهو بيقدم مستوى عالي جدا جدا. كوردوبا بالنسبة لي هو افضل حارس مرمى لكن على اي حال يجب ان نثق في الشباب الجديد اللي بتلعب وبتأدي بشكل كويس وان شاء الله تكون على مستوى المباراه. هل تابعت النادي الاهلي في كاس العالم للانديه؟ للاسف ما تابعتش المباريات. كان في واحد صديق ليا بيلعب في توتنهام هو حسام غالي لعب مع الاهلي لفتره ما لكن لسوء الحظ ما كانش عندي الفرصه ان انا اتابع مباريات الاهلي وانا متاكد ان هو فريق طبعا تاريخي واكثر تاريخ اكثر فريق عنده تاريخ في العالم العربي وعنده مستوى جيد جدا وهو فريق ان شاء الله هيصعب طبعا المباراه على ريال مدريد وبيصعب المباراه على اي فريق بيلعب معاه لان هو فريق قوي جدا وعنده لعيبه محترمه جدا. طبعا في اي مباراه ممكن تحصل اي حاجه لكن الاهلي دايما هو خصم عنيد وقوي. التشكيل الافضل من وجهه نظرك للريال غدا؟ مش فاهم السؤال قوي. بمعنى التشكيله لا كومبينا التشكيل الافضل لمباراه غد لفريق ريال مدريد؟ بونو هاي فارياس دوداس في الموضوع ده. ديسكولبا نو تو بودو اسكوتشار بيه نو لا فورماسيون بونو هاي algunas dudas في بعض الشكوك في الامر ده في بعض المواقع في المباراه ظهور بعض اللعيبه المهمين زي سيبايوس اللي هو لعب مباريات اخيره رائعه جدا تعافي كل اللعيبه المصابه بعضهم يا دوبك لسه في الفورمه لكن هو هيكون في 11 لعيب بيرتدوا تيشيرت ريال مدريد وان شاء الله يكون على مستوى هذا الحدث المهم. قبل ما اشكرك لازم ادعبك يعني كل الناس بيقولوا ان يعني زياره الاهرامات في 2001 ومتعتكم في الزياره كانت سبب الاجهاد وسبب هزيمه المباراه، الكلام ده صح ولا كلام مجرد اشاعات؟ لا 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 احنا كنا في حاله جيده جدا. الاهلي كان اقوى مننا وكان اعلى مننا كان الجو حر لكن ما كانش زياره الاهرامات هي السبب. لما الواحد بيلعب في استاد زي اللي لعبنا فيه وفريق محلي قوي زي الاهلي كان بيضغط بشكل كبير علينا ما قدرناش طبعا نتجاوز الهجمات وبالتالي من الناحيه الرياضيه هم كسبونا وما عندناش اي عذر لكده وما حدش يقدر يقول غير كده. اتشرفت بوجودك معايا وان شاء الله باذن الله قريبا جدا تبقى في مصر تبقى ضيفي ونروح الهرم مع بعض وعندنا حاجات كتيره جدا غير الهرم اسوان والغردقه والجونه وشرم الشيخ وتسيب لي نفسك. اتمنى ذلك وان شاء الله نلتقي قريبا جدا. شكرا جزيلا وتحياتي لكل الشعب المصري لكل مشجعي كره القدم في مصر واتمنى ان انا اراكم قريبا ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا سانشيز حارس مرمى ريال مدريد السابق في 2001 شهاده للتاريخ الاهلي هو الافضل في 2001 لا يوجد اجهاد الاهلي هو الاقوى
مش انا على فكره اللي بقول، الراجل اللي كان في الملعب حارس المرمى هو اللي بيقول.